راح بكم أعزائي الطلبة في ثالث محاضرة من محاضرات شرح رواية أمير الذباب أو سيد الذباب، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. أتمنى تشاركون هذا الفيديو لزملائكم وأصدقائكم حتى تقولوا لهم بأنه هذا الشرح موجود، لأنه أنا أول مرة أشوف الرواية، فكنت أبحث عن أحد يشرح لها بالعربي ويوضح لها فما لقيت، فحبيت أسوي لكم هذا الشرح. يا ريت تدعمونا وتشاركون هذه الفيديوهات. فعدنا جاك اللي هو The Novel's Antagonist، إذن هو ضد البطل، الشخص اللي راح يكون خصم للرواية أو ضد البطل اللي هو رالف. فسعدنا رالف ضد جاك، قلنا رالف يمثل الحضارة، خلينا نشوف جاك المن يمثل The Leader of Hunters. زين، شوفوا طلاب، احنا بالرواية احنا قلنا هم أشخاص مجموعة أولاد إجوا بهاي الجزيرة، وهاي الجزيرة يعني مجهولة، ما حد يعرفها، الناس ما تندلها أصلا، ما موجودة بالخريطة. فبالبداية كان رالف هو القائد مالتهم، هو الموجه، كان قائد جيد. أكو شخص قلنا يمثل الوحشية اللي هو جاك، هذا كان ضد البطل. هذا الشخص أخذ مجموعة من الأشخاص وبدأ يصطاد وأصبح صياد، وهو كان قائدهم، سمى مجموعته الهانترز اللي يعني الصيادين، وهو الليدر مالتهم، فهو كان الليدر مالتهم وعنده أشخاص حماية جواه وإلى آخره. جاك ذا سترونج، إذن كان شخص شخصي يعني كجسد قوي، كان هو قوي، هو قلنا راح يتمرد ضد الجروب، جروب الجروب رالف. زين، يعني هو شخصية مثل ما ذكرنا انه يمثل شلون نقول الغريزة الوحشية داخل البشر. زين، اكو شغلة مهمة انه جاك، يعني جاك هو شخص يعني يحب القيادة، يحب الليدرشيب، يعني يحب انه يكون قائد، انه يحب انه يكون هو الاول، يحب انه يسيطر، يحب انه يسيطر. فهذه كانت شخصية، هو كان يعني وحشي قاسي، يعني كان شخصية شلون مثل ما نقول احنا يعني feelingless يعني بلا مشاعر. زين، هسا اذا اريد نوصف جاك بشكل عام، هو قاسي، the leadership of the hunters، وايضا التمثيل مالته قلنا يمثل السافجري. سافجري يعني الوحشية، هذه الأساس، يعني هذه الصفات الأساسية بجاك. ولا ننسى هو الانتيغونست، رالف البروتاغونست وهو الانتيغونست ضد البطل. إذن هو كان كرول بمعنى قاسي. زين، اكو اختلاف بينه وبين الشخصيات الاخرى، اكو ايضا شخصيات سلبية اخرى بالقصة، ولكن جاك خلي ببالنا انه هو كان يحب القيادة، ايضا كان قاسي، وكان يمثل شلون مثل ما نقول احنا الوحشية او الغريزة الوحشية داخل